وزارة الصحة تعلن تسجيل 3 حالات مشتبه في إصابتها بجدر القرود. أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الاثنين تسجيل 3 حالات مشتبه في إصابتها بجدر القرداء، وجاء ذلك في تصريح لمنسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية مراد المرابط. وأكد المرابط أن هذه الحالات في صحة جيدة وتحت الرعاية الصحية والمراقبة، وقد خضعت للتحاليل الطبية في انتظار النتائج.